جدو ترحاب وتحية صباحية لكل مستمعين الأوفياء وخاصة لعاد التحقوا بنا اللحظة غادي نمشي مباشرة للشيوات للا مولاتي عند حبيبة أم يحيى ونتعرفوا على الشيوات والاقتراحات اللي غادي توجد لكل مستمعات اليوم. ألو حبيبة. ألو صباح الخير حبيبة. صباح النور أختي سناء. لاباس عليك؟ الحمد لله الله يطول عمرك أنت. الله يبارك فيك. الحمد لله بارك الله فيك. مرحبا. ربي يخليك أختي سناء. تحية ليك ولسميحة والطاقم ولكل المستمعات وشكر خاص لكل من اتصلت بيا أثناء المرض ديالي. الحمد لله ولينا عائلة. الحمد لله. بفضلكم. تحية لكل صديقاتي في الفيس بدون استثناء على رأسهم أمونة أسماء الجوهري زهاري حانة راشدة حفيظة نعيمة أم عصام وشريفة جميلة سكينة فاتي أمل أم ابتهال سهام زهرة أم أسماء خديجة عائلة العقد أم أسماء ملكة الشاوي ملكة أبو لالا أسماء العريشي نفيسة ونورة. وكتسلم عليك واحد السيدة من إيطاليا سميتها سميرة تقول لك تتحمق عليك. وبالنسبة للناس ديال تيزني تراه تيقولوا لك ما عندهمش العرفان. أيه يسلموا عليك سعدية وأم حمزة بالغليهم السلام. ما نقدرش نذكر كل شيء. المهم لكل من كيعرف حبيبة أم يحيى ولعائلتي وعائلة زوج ديالها عائلة تحية لكل مستمعينا الأوفياء ونتمنى تبقوا دائما إن شاء الله أوفياء لميد غارديو. مرحبا بك حبيبة. شنو اقتراحاتك للمستمعات اليوم؟ كاين كيك فوندو وتحلية بالكريمة والبنان وتحلية راقية للعشاق الحامض خبيزات للمناسبات والكبسة باللحم. ايه واخا راه رسلت لك الصور في الواتساب يمكن تبروكها لك. ايه ايه انا غادي نحاول نشوفهم اليوم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. والمهم انا الصور كلهم ان شاء الله الوصفات راه غادي يكونوا في الصفحه ديالي شي ام يحيى ولا في المدونه ام يحيى بلوك سبوت بوان كوم. ايه واخا. اذا نبداو بكيك فوندون. هذا الكيك كيكون من الداخل بحال الشكلاط كيكون فيه بحال سايح. ايه دونك باش ينجح لينا خاص ضروري يكون الشكلاط ممتاز. ايه شكلاط ممتاز وخاص يكون العبار مدقق ما خصناش نتفوتوا شويه على ايه يعني بالجرام مضبوط. ان شاء الله. اذا غنحتاجوا فيه 3 ديال البيضات 120 غرام ديال السنيده 170 غرام ديال الشكلاط اسود من النوع الممتاز 150 غرام ديال الزبده 55 غرام ديال الدقيق. ممكن نقص واحد المعلقه صغيره ونعوضوها بمعلقه الكاكاو ونديروها الشكلاط. قبصه ديال الملحه. هادو هما المكونات. ثلاثه البيضات 120 غرام ديال السنيده 170 غرام ديال الشكلاط اسود 150 غرام ديال الزبده 55 غرام ديال الدقيق وقبصه ديال الملحه. اذا نديرو الزبده والشكلاط يذوبوا في حمام مريم ولا في ميكرو اوند. نضربوا البيض مع السنيده وقبصه ديال الملح مزيان اما بالطراب اليدوي او بالكهربائي. نزيدوا عليه الشكلاط والزبده دايبين ونحركوا. نزيدوا الزبده نزيدوا الدقيق مغربل ونحركوا. من بعد كنخويو العجين في اما في هذاك الورق الكؤوس ديال الورق اللي كيكونوا قاصحين اولا نخويوهم غير في هذوك لي طاس ديال القهوه يكونوا مدهونين ومرشوشين. صافي كندخلوهم يطيبوا منين يخرجوا كنرشوهم بالسكر الثقيل. هي ملي كتبدا تاكليها هما كيجيو بحال لي فوندون. أيه. يعني كيسيح داك الشكلاط في الوسط فعلا كيتباعوا بثمن باهظ في المخبزات. فعلا عندك الحق. مزيان انه يعني نصيبهم في الدار وخاصه الوليدات تعجبهم هاد الاقتراحات بهذا الشكل. الوليدات تيحماقوا. ايه فعلا.